السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله جايين نتكلم عن حرف الاي من السوليد، وهي اختصار لحاجة اسمها انترفيس سيجريجيشن برينسيبل او ISP. تمام، حلو. بكل بساطة البرينسيبل ده بسيط جدا جدا جدا. لو انت فهمت البرينسيبل اللي قبله واللي قبله، الموضوع هيكون بسيط جدا وسهل جدا، وحتى تطبيقه في الجافا سكريبت بسيط جدا. يعني بيقولك ان البرينسيبل ده advice software designers to avoid depending on things that they don't use. اصلا يعني علشان تفهم المعنى ده لازم تفهم يعني ايه segregation. ديت كلمة segregation ديت معناها isolation او فصل او عزل. فانترفيس الجافا سكريبت ما فيهاش انترفيسز كده كده، فتيجي نقول البرنسبل خلص؟ لا طبعا ما خلص. الانترفيس segregation ديت معناها ان انت بيقول لك اعمل عزل او فصل الانترفيس بتاعك علشان خاطر ما تستخدمش حاجات اصلا انا مش محتاج استخدمها. موضوع بسيط جدا. تعال نبص على التعريف على ويكيبيديا، ممكن يوضح الموضوع اكتر. بيقول لك ان no client should be forced to depend on methods it doesn't use. يعني خلاص اللي هو انت هستخدم، يعني انا هكون forced ان انا استخدم او هكون dependent على methods انا مش محتاج استخدمها. ليه؟ حتى هنا بيقول لك ISP splits interfaces that are very large into smaller and more specific ones. تمام، منطقي جدا. انت لو عندك انترفيس كبير هتبتدي تقلل فيه لحد ما يكون انترفيس منطقي. فتعال نشتغل على المثال اللي احنا خدناه الفيديو اللي فات، المثال بتاع البلاير دوت. تمام، فانا هكتب موضوع الانترفيس دوت كده. يعني هناخد مثالين، مثال باستخدام الانترفيسز وكلمه امبلمنتس، بس الناس بتوع تايب سكريبت هم اللي هيكونوا عارفينها اكتر. او لو حد بيستخدم، او حد لو بيستخدم لغه تانية غير الجافا سكريبت وعنده انترفيسز في اللغه بتاعته هيكون فاهم الموضوع دوت. ومثال تاني بجافا سكريبت بيور حاجه بحته بقى يعني. فمعنا انترفيس اسمه اي بلاير، ده بلاير عادي، وجواه اتاك وديفنس وسترايك. ده نفس الميثودز اللي كانت موجوده في الفيديو اللي فات. فدلوقتي على سبيل المثال انا عايز اعمل بلاير، كلاس اسمه بلاير. تمام، هيعمل حاجه اسمها امبلمنتس. هي امبلمنت مين؟ هي امبلمنت الاي بلاير دوت. كلمه امبلمنت دي معناها ان انا بروح امبلمنت الانترفيس كله. الكلام ده كله يا جماعه ده بيتكتب تايب سكريبت، يعني وهو الفايل جافا سكريبت انا مش هرنه كده كده، بس انا بكتبه من باب اللي هو ايه، الناس بتوع تايب سكريبت يكون متخيلين الموضوع، او الناس اللي بره الجافا سكريبت يكونوا متخيلين الموضوع. الكلاس بتاع بلاير ده بيمبلمنت الاي بلاير، فهو جواه دلوقتي كل الميثودز بتاعت ايه، بتاعت البلاير الطبيعي. يعني خلاص ما انا عملت امبلمنت الانترفيس، فاقدر بقى ان انا استخدم الميثودز دي كلها. حلو، عظيم قوي اهو. تعالى، فقال لك والله يعني البلاير بتاعي مش شرط يكون فيه كل الكلام دوت، لان في الاول وفي الاخر ده يعني الانترفيس بتاعنا مش عايز امبلمنت كل الحاجات اللي فيه. فانا هامبلمنت ميثود او اتنين، والباقي مثلا هخليه بيريترن بنال مثلا، او بيريترن اي حاجه مثلا على سبيل المثال. انا عايز يكون اتاك وسترايكر مثلا على سبيل المثال بالشكل ده. حلو، فاحنا كده عملنا فايوليت. اشمعنى؟ لان الانترفيس بتاعنا كبير ورحنا استخدمناه كله، في حين ان البلاير دوت مش هيكون محتاج كل الميثودز ديت. فالحل ايه؟ الحل قال لك ان انت ممكن تقسم مثلا الانترفيس ده لكذا انترفيس. ممكن يكون اتاكر انترفيس، الديفندر انترفيس، سترايكر انترفيس مثلا، وتشوف هنا ده هيستخدم ايه، هيستخدم انهي انترفيس منهم. وكمان الجميل في الموضوع بتاع الانترفيس ان انت تقدر تمبلمنت كذا انترفيس. يعني انت مثلا عملت اتنين انترفيس، واحد اتاكر واحد سترايكر، بتيجي هنا كده تقول اي اتاكر و سوري اي اتاكر مثلا واي سترايكر مثلا، اهو مثلا على سبيل المثال. حلو، عظيم قوي. فديت علشان افويد الموضوع دوت باستخدام لغه فيها انترفيسز، بس الجافا سكريبت ما فيهاش انترفيسز. تمام، فنعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه تعالى كده نستخدم حاجه جميله بقى اسمها ايه، اسمها الكومبوزيشن. تمام، الكومبوزيشن برضو الفيديو اللي فات لو انت كنتش اتفرجت على الكومبوزيشن، انا برضو هرجع واقول لك روح اتفرج على الكومبوزيشن. تمام، لان احنا علشان نطبق نفس المثال دوت باستخدام الجافا سكريبت، فهنروح نعمل ايه، ده كلاس لوحده وده كلاس لوحده وده كلاس لوحده. بس لو قال لك والله انا عايز في واحد منهم يكون بيمبلمنت ديت وديت، فهتضطر انك تعمل لده كلاس وده كلاس. قال لك انا عايز ده وده، فده كلاس وده كلاس. قال لك انا عايز ده وده، فده كلاس وده كلاس. يعني هتعملهم الاثنين مع بعض. فطبعا ده يعني a lot of classes جدا، كتير كتير جدا classes ديت، فانا مش عايز كده. فالافضل هنا بنستخدم حاجه اسمها الاوبجكت كومبوزيشن. حلو،
طيب الكومبوزيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتجيب البيهيفيرز بتاعه الاوبجكت نفسه وتعمل لها كومبوز، تربطها ببعض، وبعدين تروح تحطها في السورس اللي انت عايز تحطها فيه او في التارجت اللي انت عايز تحطها فيه. يعني مثلا على سبيل المثال انا هعمل الكلاس بتاع البلاير مثلا، البلاير ده حلو، انا عايز البلاير ده يكون يقدر يعمل اتاك ويقدر يعمل سترايك. حلو، فانا هعمل كومبوز للتو فانكشنز بتاعه البلاير وبتاعه الاتاك وبتاعه السترايك مثلا، واقوم حاططهم الاثنين جوه البروتوتايب بتاع البلاير ده. طب ازاي؟ هقول لك ازاي دلوقتي. تعال الاول كده نستخدم نعمل فاريبل بسيط كده كونست هنسميه ايفنتس او البيهيفيرز اللي الكلاس بتاعنا يقدر يعملها. فاحنا عندنا مثلا كان اتاك ديت هتبقى ميثود، انا بكتب بطريقه الاس 6 عشان كده ما حطيتش كي جوه الاوبجكت، عادي ممكن نقدر نعمل كده برضو. وده هيريترن معايا اوبجكت جوه فانكشن اسمها اتاك، وديت هتكونسول دوت لوج مثلا الاتاك اهو. وعندنا الاتاك دوت هيبقى مثلا كان ديفنس، هيقدر يعمل هنا ديفنس. وعندنا مثلا على سبيل المثال كان سترايك مثلا، انا برضو بقول لكم ايه، اعذروني انا مش فاهم في الكوره، فانا ما اعرفش يعني ايه سترايك اصلا. سترايك حلو قوي. انا دلوقتي عملت الايه البيهيفيرز اللي الكلاس بتاعي يقدر يعملها، اللي هي كان اتاك وكان ديفنس وكان سترايك، عظيم قوي. طيب ازاي بقى اقدر اعمل كومبوز للحاجات دي كلها واقدر احطها جوه البلاير؟ قال لك بكل بساطه انت معاك الكلاس بتاع البلاير مش هيكستند من حاجه، ومش هيعمل اي كستند ولا اي انهيرتنس ولا اي بتنجان. انت كل هتيجي تعمله هنا هتقول ان انا عندي حاجه اسمها اوبجكت دوت اساين، هعمل اساين لايه؟ لتارجت معين، واروح احط له مجموعه سورسز. سورسز ديت اللي هي بيبقى عباره عن اوبجكتس، تمام. بيقول لك copy all values of enumerable data، يعني انت لو عندك مثلا مجموعه داتا او 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 اوبجكتس عايز تحطها جوه اوبجكت معين بتستخدم الاوبجكت دوت اساين. فاللي انا عايز احط فيهم الداتا، الحاجه الفانكشنز بتاعتي عايز احطها المكان اللي عايز احطه فيها هيبقى البلاير دوت بروتوتايب، تمام. وبعد كده السورسز بتاعتي هتبقى مين؟ الايفنتس بتاعتي دوت مثلا على سبيل المثال كان اتاك، انا عايز اخليه اتاك، وعايز اقول له برضو كمان events dot can strike. حلو قوي الكلام ده. يبقى انا دلوقتي خليت البلاير بتاعي يقدر يعمل اتاك ويقدر يعمل سترايك. طب ايه اللي انا عملته دوت؟ اللي انا عملته هنا كده ان انا رحت ندهت على الفانكشن دي، فالفانكشن ديت اصلا بتريترن معايا اوبجكت، والاوبجكت ده هيقوم رايح محطوط هنا جوه البروتوتايب دوت. الناس بقى المفروض تكون فاهم اوبجكت اورينتد، والجزئيه ديت تكون خاصه بالكومبوزيشن، لازم ترجع تتفرج على فيديو الكومبوزيشن، تمام. حلو قوي. تعالى كده نعمل كونست احمد هيساوي نيو بلاير بالشكل ده كده، وتعالى مثلا نقول له احمد دوت اتاك، نشوف ايه اللي هيحصل معانا. تعالى كده نسيف ونروح نفتح دي كده. قال لك احمد دوت اتاك عمل لي اتاك اهيت. واحمد اصلا نفسها عباره عن ايه؟ احمد عباره عن الكلاس بتاع بلاير بس معمول كومبوز فيه التو فانكشنز اللي هي اتاك وسترايك. يعني احمد دلوقتي يقدر ات كان اتاك، تمام اهو، وكان ديفنس او كان سترايك سوري اهوت، بس ما يقدرش يعمل ديفنس اهو. قال لك احمد الديفنس از نوت ا فانكشن، ما خلاص لانك انت ما حطيتهاش جوه الكومبوزيشن او جوه الكومبوزبل اوبجكتس اللي هتروح جوه البروتوتايب، تمام. فهي ديت الطريقه اللي احنا بنقدر نعمل بيها انترفيس سيجريجيشن، لان احنا ما عندناش انترفيسز فبنقدر نعمل سيجريجيت للحاجات بتاعتنا باستخدام الكومبوزيشن وبس كده. ان شاء الله الفيديو يكون بسيط، وبرضه باكد لازم تكون شايف الفيديو بتاع الكومبوزيشن. شكرا.